الخير. صباح النور. اهلا صباحه. اهلا وسهلا. صباحه كيفك؟ يسعد صباحك. اهلا وسهلا. تفضلي. صباح النور. اكيد سمعتينا واحنا قاعدين بنحكي عن الاشخاص المؤثرين اللي قادرين ياخذونا بهواتفهم المحموله لاقصى بقاع الارض. اكيد. صباح الخير. صباح صباح الورد وصباح العسل. وبحييكم اول شيء على استضافتي لكم في قناه الفجيره ويعطيكم العافيه. هلا بخصوص السوشيال ميديا، نحن في عنا هلا الاغلب 6 منصات تكون هي المؤثره بالنسبه للمواقع التواصل الاجتماعي. عنا الفيسبوك وعنا التويتر وعنا السناب شات وعنا الانستغرام. هدول هم كلهم بيرتبطوا مع بعض خلال انهم يتواصلوا كل العالم الموجوده في جميع انحاء الوطن العربي مع بعض. بس انت برايك هل هذا الموضوع او مش هل هو اكيد فتح فرصه اكبر بكثير لنشر ثقافه السياحه؟ طبعا. كيف انا اذا شخص مؤثر زرت بلد معين، هل انا بقدر وثق كل اللحظات اللي بمرق فيها؟ اكيد لا. اوكي، خبريني عن هذا الموضوع، شو اللي بقدر وثقه وشو اللي لا؟ هلا مثلا انا اذا بدي ازور بلد، هلا في عندك ناس ممكن انها تسافر على بلد وتعطيك الشيء الايجابي لإله، خاصه اذا كان قدام كاميرا وبعد الكاميرا ممكن يرجع لطبيعته الاساسيه، فانا بدي يعطيني الايجابي والسلبي حتى لما انا اسافر على هذا البلد انه يكون قدامي شيء واقع، بحيث انه انا اذا بدي اعمل مثلا جوله سياحيه واقدمها للعالم او المتابعين الموجودين عنا، انه تكون في ثقه وفي صدق بالموضوع، واقدم لهم طبعا الخدمات اللي هم بتتناول بجميع ايدي المتابعين الموجودين. يعني يمكن هذا النطاق او هذا الطريق بمجال السوشيال ميديا، ولكن ايضا كمان بنلاحظ انه في بالسوشيال ميديا اشياء كمان يعني بتخلي الواحد يتوقف عندها ويتابعها، مثل استخدام المشاهير للترويج عن سياحه معينه، مثل الفنان الهندي شاروخان. شاروخان مؤخرا اخر دعايه عملها عن واعلان عن اماره دبي، وتم تصوير برج خليفه، وكان يعني مثل مار بسوق قديم بالاحياء القديمه كمان بدبي. استخدام المشاهير ووضعهم باعلانات على السوشيال ميديا، شو العائد على السياحه؟ هل راح يكون اكثر؟ هل ممكن انه حال الاعلان راح يكون حاله كاي اعلان؟ شو الناتج يعني؟ طبعا هلا راح يكون العائد اكبر، خاصه اذا كان هو مشهور وعمل اعلان لمنتج معين. هلا مثلا في عندك براند انت اذا استخدمته او اذا انت مشهور ورحت انت مثلا تعمل ترويج لهيدا البراند، فبصيروا كل المتابعين يقولوا لا خلص مثلا انه شاروخان مثلا اخذ هذا البراند معناته موثوق، فهيك بتزيد اصلا يعني بتزيد الايراد والتصدير لنفس البراند اللي هو بيستخدمه. طيب سهى، هلا كمان يعني بنلاحظ انه في بعض البلدان مؤخرا صار عليها طلب سياحي كبير، مثلا اذا بدنا نذكر على سبيل المثال مثل جورجيا، اذربيجان، هاي الدول اللي ما كانت في البدايه معروفة. خلينا نقول محط اهتمام السياح. قد ايه بيلعب دور هذا الشخص اللي قادر انه هو يسافر لهي البلدان الناميه ليحسن السياحه فيها ويقدر يعطي بعض النصائح للناس اللي راح تزورها لاول مرة، خصوصا انه في بعض البلدان ما بيتحدثوا لا العربية ولا الانجليزية؟ صحيح. عندك هلا مثل منطقة جورجيا ما كانت معروفة بالقبل مثل هلا، بس هلا من كثر مثلا السوشيال ميديا انه او المشاهير خلينا نحكي انه صاروا يزوروا هاي المنطقة، وكل واحد لو اعطى تصوير عن منطقة معينة بنفس البلد، هاي راح تعمل ترويج للعالم اللي برا انك انت ما بتعرفي المنطقة هاي جورجيا انه شو فيها، مثلا من اثار سياحية، من مطاعم، من في ناس كثير بتحب الاثار السياحية، وفي ناس بتحب مثلا انه بايش مشهورة هاي البلد، تطلع على هاي المشهور. فانا بالتالي مثلا لو انا عندي متابعين، عندي جروب فيه 250,000 متابع من الامارات وخارج الامارات، 6 مواقع تواصل اجتماعي، اذا بدي اعمل اعلان مثلا لمطعم او لبلد او لمثلا عياده تجميليه، اول شيء انا بروح بشيك على نفس المكان، بشوف اذا هذا المكان هو مناسب للمتابعين اللي عندي او لا. اوكي. بالتالي بجيب لهم عروض وخصومات للمتابعين، لانه بتعرفي في ناس فئات ما فيها انه مثلا اودي ناس مثلا على منطقه بدبي لما مثلا لعيادات تجميليه ما فيها انها تقدر تدفع التكاليف، بحيث انه في بالشارجه وعجمان اقل التكاليف، فانا لا عم بغطي لهم على كل المستويات بحيث انها تكون بمتناول الجميع. مناسبه بالضبط. بس لو عم نحكي عن المناطق السياحيه،
المشاهير بشكل عام اللي عم يروحوا على هاي المناطق غالبا عم بيكونوا مدعوين بالاسم، فقدامهم او قد ايه كبير المسؤوليه اللي بتكون على عاتق هذا المشهور، انه انت رايح اول شيء عم تمثل اسمك وبلدك وعم تمثل شعب كامل، فعن تصرفات المشهور بهي البلدان يعني مو كل المشاهير نحن مثل ما بنشوفهم على الشاشه. اكيد خبريني عن هذا الموضوع، عن هاي المسؤوليه بالتحديد. مثلا هلا بدي احكي لك، يعني اذا هلا واحد مشهور وزار بلد معينه، طبعا اكيد بده يقدم الافضل للمتابعين وللعالم بشكل عام. هلا اذا هو قدم الافضل وفرجه بكل مصداقيه، بكل يعني بكل كنت احكي لك يعني انه مثلا انه ما غش العالم، بحيث انه لما بده يعمل مثلا ترويج لهذا المكان المتابعين ما تروح تنصدم، انه يكون هذا الشيء الحقيقي مثل ما صوره. لانه في عندك مشاهير بصوروا لك بس الاماكن اللي هو بده يروحها، بس لما يروح العالم بتتفاجئ انه هاي الاماكن مش هي نفس التصوير اللي كان، ويمكن كمان اختلاف زاويه التصوير. صحيح. صح؟ اكيد طبعا. هلا مثلا انا صورت لك كاسه مثلا، خلينا نحكي كاسه كابتشينو، ما راح تكون نفس ما هي موجوده قدام عيونك، صح ولا لا؟ راح يتفنن في فوتوشوب، في كذا حركات. هذا الاسلوب اللي كثير يمكن شركات السياحه اعتمدته لما تيجي تعمل فيديو ترويج عن سياحة بلد معين. احيانا كمان بيعطوا الانسان مغريات انه والله تعال نحن بنعمل مثل نظام جروبات، بتطلع التكاليف اقل، ونحن عندنا بلان معين، جدول معين مشان نمشي عليه، بنزور اكثر من مكان، احسن ما تروح لحالك لبلد معين. قديش كان في اقبال من الناس على هيك يعني شركات؟ انا عن نفسي بفضل هذا النوع اكيد. طبعا هلا شوف، بخصوص السوشيال ميديا صارت كثير العالم تهتم في السوشيال ميديا بخصوص انها بتجيب عروض اقل من برا. مثلا هلا انا لما اعمل مثلا ترويج لاعلان لمكتب سياحه بجيب اقل العروض للعالم، بتصير انه انت لما تروح على هذا المكتب تحكي لهم خلص انا مثلا من متابعين كذا، فبيعطوني العرض المناسب لإلي، فهيك بصير انا جايبه اقل العرض وجايبه لهم بس الاماكن الصح، اني ما بكذب عليهم، انه انا بعطيهم الديتيلز بالخطه المتبينه عندي. عرفت؟ إذا كانت المصداقية موجودة تأكد تماماً رحلتك حتكون ناجحة. خلاص بنطلع إن شاء الله رحلة سياحية. بس إحنا بدنا نعرف يعني مثلاً إحنا كمتابعين أو متابعين لهذا الشخص اللي هو قادر إنه هو يروح ويسافر ويصور لنا، شو أكثر التفاصيل اللي بتعطوها عن الأماكن السياحية؟ مثلاً نوار أكيد بهمها تعرف مكتبات وش في إشي تاني؟ مطاعم. أيوه. مثلاً أمجد أكيد بحب الأماكن اللي فيها آثار وسياحة. اكيد هلا هي بتعتمد، شوفي هلا بتعتمد على الشخص اذا بده يسافر عائلي او انه هو يعني هو واصدقاء. هلا اذا عائليه مثلا اذا بده يكون اطفال، انا بدي اطلع انه لازم امن كمان للاطفال. مزبوط. مثلا امن للاطفال مثلا العاب، محلات انهم ينبسطوا فيه، مش بس للكبار، يعني انا بمتناول الجميع كبار وصغار، لازم اطلع على هاي الشغله. اما اذا كان بس اصدقاء اكيد راح اشوف هم شو بحبوا وبركز عليه، مطاعم، مولات، اثار سياحيه، هاي هي اللي بركز عليها اكثر حسب شو الطلب. يعني بعتقد سهى انه ما في حدا مسفر اولاده مسفر عيلته وحاجز تذاكر مشان يروح مولات ومطاعم. اكيد هذا أكيد. شيء كنا مجزمين عليه. اجمل من مولات طبعا. يعني اجمل من مولات يعني كل ما شاء الله بالامارات، يعني كل اماره كل شيء موجود. صحيح. في اكثر من مول وعندك صح. الخيار مفتوح. لكن نحن اليوم بدنا نتكلم عن سوق السياحه. تعتقدوا انه الناس كمان دعاء ونوار صار يميلوا مش للأشياء الأثرية والمتاحف، حتى للمناطق للطبيعة الجديدة للطبيعة للبحار، حتى يعني سوري منك هلأ مثلا بحر عن بحر بيختلف. صحيح. أوكي هو بالأخير مي، بس سبحان الله لما تروح على منطقة مثلا، أحكي لك أنا رحت على منطقة صلالة اكتشفت فيها أشياء يعني تخيلت حالي أنا من منطقة أوروبا فعلا. في ناس بتفكرها بتقول لك لا مثلا هي بلد ما فيها شيء، خاصه بجو الخريف يعني هلا هي وجو الخريف هلا جوهم، فانت عم بتحسي اصلا عم تكتشفي مثلا قريه ثمود فيها، قبر مثلا النبي يوسف فيها، بتكتشف اشياء انت عن جد ما بتكون تعرفها. مزبوط. فلما انا اعمل مثلا تصوير وتغطيه لهذا المكان بتصير العالم انه تحكي لا انا بدي ازور هذا المكان حتى اكتشف مثلا زي سهى شاهين شو عملت. مزبوط. او انه شو شافت او شو اكتشفت. فالمناظر بالعكس يعني السوشيال ميديا كثير مهمه بحياتنا صارت. بس اتباع خط السياحة يعني مثلا هلا السوشيال ميديا بشكل عام، مشاهير السوشيال ميديا اسمه المشاهير لأنه حابين يوصلوا لأكبر فئة من الناس، هل انت مثلا بتتخيلي انه اتباع خط السياحة او مجال معين
كافي انك انت توصل لاكبر فئه من الناس او ممكن مثلا تضيفي قصص ثانيه؟ لا شوفي، هلا انا مش بس على خط السياحه ماشيه، انا قلت لك انا بعمل مثلا يعني ماشي على اكثر من نوع، مثلا عيادات تجميليه، صالونات، فنادق سياحيه، بلدان، من كله يعني، مش مختصره على نمط معين. بحس حتى البلدان تكون انت شخصيا زايرتيها؟ اكيد طبعا. أوكي. طبعا دائما بحكيك مثلا، انا حكيت عن صلاله، حكيت عن مسقط، حكيت عن عمان، لما عملت التصوير هدول الاماكن انا زرتها وشفتهم. عرفتي اوريدي انا بكون عامله لايف تصوير لك من داخل البلد. طب صعبنا نعرف شو البلدان اللي زرتيها. زرت فنلندا. وشو اجملها؟ اجملها طبعا انا حبيت كثير كثير. شوفي زرت فنلندا، ولكن قولي لي هلا روحي على فنلندا ولا صلاله؟ لا بقول لك صلاله. تخيلي قديش يعني، مع انه انا اهلي يعني سكان فنلندا، عرفتي؟ بس انه خلص سبحان الله، صلاله تحسي فيها الطبيعه، ما في شيء فيك فيها. مزبوط. عرفتي في يعني خلقه ربانيه، تضاريسها كل شيء موجود فيها بعفويه، تحسي يعني حالك عن جد يعني مزبوط. عايشه يعني بقمه السعاده. انا لما اسافر لها بقعد كثير فيها، ولما اروح ببكي من كثر ما انا عن جد بحن لها. يعني اذا بديتيني معك مره ثانيه راح ابكي؟ لا اكيد. اذا انت حساس مثلي اكيد بتبكي وبتحن لهيك اماكن. انا لاني بحب هيك اماكن، عرفت؟ ما بحب الإشي اللي يكون مصطنع، لا بحب الإشي يكون من الطبيعه، من ربنا. يعني انت تمشي بسفينه داخل البحر، تحسي حالك الجبال مغطيه، الخضار حواليك. يعني في ناس عمان قريبه لازم نروح. ما بنروح، بس في ناس تعرفوا بحبوا يكونوا واصلين بمنطقه طبيعيه مقطوعه ومعدومه الارسال، انه خلص انا هون رايح استرخاء، اشوف ايوه افصل عن الحياه، اعيش جوي. قديش في مناطق هيك سهى وكيف بفضلوها الناس؟ يعني بقول لك انا ما بدي ارسال تليفون، ما في اي تليفون، ما في اي شيء، بدي انعزل عن العالم. أيوة. واريح راسي. هلا اسمع، انا منهم كنت احكي اكزاكتلي، انا كنت انا زيك مثلا احكي خليني اروح على بلد انه ما يكون فيها لا ارسال ولا يكون فيها موبايل، حتى ما يكون فيها ناس، من كثر ما هو الواحد بيكون ضايج. بس الجنه بدون ناس ما بتنبسط، بقول لك، عرفت؟ فصعب صعب يعني. اوكي حتى لو مريت يوم يومين، بس بالثالث بتقولي لا لازم اني اتواصل مع العالم، مستحيل الا اذا كان هاي حاله نادره، انه واحد ما بده يحكي مع حدا، ما بده يفتح نت، انه رايح شمت هوا 3 دايز فقط لا غير. يا سلام. وين وين بدك ما تتصور وتنزل صورك كمان؟ نزل بالسوشيال ميديا نرجع من الرحله. بس احيانا بنحس بصراحه، يعني لازم نحكيها بصراحه، بنحس احيانا هذا الشخص المشهور ببالغ بمديحه لبعض الاماكن السياحيه، بتروحي بتشوفيها على ارض الواقع ما بتحسيها انه هذا الشيء اللي كان مستاهل هالقد يمدحه الشخص اللي وصل لنا هاي المعلومه. برايك هل هو بيكون مثلا، انا ما عم نحكي عنك سهى، بس اكيد في ناس فئه ثانيه بتهمهم الماده اكثر من مصداقيتهم، بنحس انه هو يمكن اختلاف اذواق، او يمكن هذا الشخص فقط لاجل المردود المادي عم يبالغ بوصفه لهي المادة. صح كلامك. هلا في بعض من السوشيال ميديا بيروحوا اماكن فقط للمردود المالي، هذا اولا. ثانيا انه والله خلص اوكي انه هذا مثلا هذا الشخص انه زار هذا المكان، انه بفرجيكي، قلت لك انا من بدايه الحلقه قلت لك انه هو عم بفرجيكي بس الاماكن اللي هو حابب يروحها والاماكن الحلوه، تمام؟ بس بالنهايه لما قلت لك ينصدم الواحد ويسافر على نفس المكان، مش راح يلاقي الصوره اللي هو اللي صورها له. ليش؟ دليل على انه هو ما كان هدفه انه الشخص المتابع انه يروح يشوف نفس المكان، هدفه كان مردود مالي، وانه والله خلص انه انا زرت هذا المكان. مش كلهم، انا ما بعين على كلهم طبعا، البعض. طيب سهى، شو هي كنت سالتك من شوي اذا بتصوري كل شيء برحلتك، قلتي لي لا مو كل شيء، في لحتى نضلنا مقيدين بالمصداقيه، شو هي التفاصيل السلبيه اللي مثلا بهمك تصوريها؟ او احيانا في مشاهير ما بيصوروها كمان، نوال بتغاضوا عنها، هلا وهي بتكون بتهم بعض الناس انهم يعرفوا، يمكن بخبوها اكثر من انهم بالنسبه لهم يسلطوا عليها الضوء بسبب انه ممكن مدفوع. بس في تفاصيل مثلا قصص سلبيه لازم تتصور؟ اكيد. انا بالنسبه لإلي اعطيكي فور اكزامبل، مثال، بس لما بدي اصور مطعم، اوكي انا قبل ما اصوره بروح بشيك على المطعم اول شيء، بشوف مثلا شو النظام الموجود عندهم، وشو الخدمات اللي بيقدروا يقدموها للعالم، وشو انواع الاكل
لأنه مطعم عن مطعم بفرق. بالتالي إذا أنا رحت وجربت الأكل وعجبني هيني صورت وقدمته للعالم، ما عجبني بعطي الكومنت السلبي لصاحب المكان، بقول له مثلا انه هذا الاكل مثلا انتم زايدين ملح او انه مش طيب او انه فيكم تعملوها بطريقه ثانيه، بحيث المره الجاي انه يعدل هاي الاكله بعدين انا بصور. طب متابعينك بتخبريهم هي الأسرة؟ اكيد طبعا. بتقولي انه مثلا الاكل الفلاني انتبهوا فيها ملح زايد؟ لا شوفي، ما انا اوريدي اول شيء بعطي لصاحب المكان هاي المعلومه إذا هو هذا لو مكان محدد. بس لو تخيل أنت رايحة بلد مثلا ما فيها مواصلات لكل الأماكن، أو طبعاً مثلا مثل تايلاند، الناس اللي بيروحوا لهنيك دائما بيعانوا من الأكل إنه ما بيقدروا يأكلوا، بشكل الناس اللي ما بتأكل سيفود لتايلاند روحي لتركيا. هلأ في ناس كتير بتروح لتركيا بتقولك أنا انغشيت بالمواصلات، إنه مثلا بسرقونا، مثلا إنه بحاسبونا على إنه إحنا جايين من برا بعطونا الضعف، ومثلا بيحاولوا انهم يروحوا مكان ثاني ويرجعونا على المكان اللي نحن بدنا اياه، بحس انه ايش ياخذوا التكلفه اعلى. فهي الاشياء السلبيه لازم تنذكر، ليش ما اذكرها انا؟ مزبوط. لانه بالنهايه رح ترجع علي انا، انه رح يبطل في مصداقيه وما حدا رح يتابعك، لانه اذا انت ما اجتهدتي على الشيء اللي انت بدك تعمليه للعالم الموجوده عندك معناته ما رح تنجحي. شو هقول لك سر؟ احكي. انت قاعده عم تحكي وانا ببالي قاعده بفكر كيف نرتب روح على صلاله. صح. والله انا رايحه اخر الاسبوع. خلاص انت بالضبط. خلاص ناخذ منك كل المعلومات. أكيد عن صلاله. اكيد طبعا. خلينا نطلع بريك ومن بعدها ان شاء الله. سيري.